عارف قصة مفتاح الكعبة؟ أيوة أنت أيوة أنت سامعني، وأنت يا أختي عارفة قصة مفتاح الكعبة؟ طب تعالى معي إن شاء الله نتعرف على موضوع قصة مفتاح الكعبة. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا في الكعبة بإذن الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. ذكر الإمام الواحدي رحمه الله وكذلك ابن جرير وغيرهما قصة جميلة جدا ماتعة ممتعة تدل على أخلاق رسول الله، تدل يا أحبابي خفنا على أن أصحاب القلوب الكبيرة لا تحمل حقدا ولا غلا على أحد ولو أوذيت. يا أحبابي إخواني في الله، جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة رضوان الله على أصحاب رسول الله، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأراد أن يدخل الكعبة أن يصلي فيها داخل الكعبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة؟ فين عثمان؟ عثمان هذا لما علم بدخول النبي مكة فإذا به يدخل بيته ويصعد على سطح بيته ثم يجلس ولم ينزل، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم الإمام علي رضي الله عنه وارضاه ابن عم رسول الله. فذهب الإمام علي إلى سيدنا عثمان وقال له: يا عثمان، النبي محمد صلى الله عليه وسلم يريد المفتاح. فقال عثمان: لو أعلم أنه نبي ورسول ما منعته أن يدخل الكعبة. فإذا بالإمام علي يلوي يده ويأخذ منه المفتاح ويذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعال شوف المشهد وانظر ماذا حدث. حدث أمر في غاية الجمال. فتح النبي الكعبة وصلى فيها وكان بجوارهم سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه. فبعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به يخرج من الكعبة، المفتاح يروح فين؟ صل بنا رسول الله. عثمان قالوا بأنه لم يكن قد أسلم إلى تلك اللحظة، فإذا بالعباس يقول لرسول الله، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله اجعل فينا المفتاح، اعطيني المفتاح حتى نجمع بين سقاية الحجيج وبين سدنة البيت، بين خدمة البيت وسقاء الحجيج. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث مع العباس، إذا بجبريل عليه السلام يهوي وينزل ويطوي السماوات العلى والأرض وينزل على قلب المصطفى وعلى رسول الله بقوله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا الله، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أين عثمان؟ فجاء عثمان ودفع النبي صلى الله عليه وسلم إليه المفتاح. لماذا لم يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلها في أهله؟ لا، لأنها أمانات، والنبي صلى الله عليه وسلم أولى من يطبق أمر الله، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عصى ربه صلى الله عليه وسلم. لما لا؟ وهو النبي الذي قد قال صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. قول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا أوعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فحاش لرسول الله، حاش للمصطفى أن يخون، ما خان يوما، ما غدر يوما. فإذا برسول الله يقول: خذها يا عثمان، والروايات تعددت، مرة قال له: خذها يا عثمان فإن اليوم يوم بر ووفاء، وفي رواية قال: خذها يا عثمان لا ينزعها منكم إلا ظالم، وفي رواية أخرى قال: خذها يا عثمان خالدة تالدة إلى يوم القيامة لا ينزعها منكم إلا ظالم. وهي إلى تلك اللحظة مفاتيح الكعبة في ذرية سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. لما؟ تعال اسمع للقصة الأخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل المفتاح مع الإمام علي وقال له: خذه وأعطيه لمين؟ لعثمان، واعتذر له. لماذا يعتذر له؟ لأنه لوى يده، لأنه أخذه بالعافية أو بالقوة يا أحباب إخوان. فذهب الإمام علي إلى عثمان وقال: خذ يا عثمان
يا عثمان. فقال عثمان رضي الله عنه وارضاه لأنه أسلم فيما بعد، قال يا علي آذيت وأكرهت ثم جئت ترفق، جئت رواتب كل لين. قال يا عثمان، سيدنا علي قال له يا عثمان لقد أنزل الله فيك آية إلى يوم الدين. قال وأي آية؟ قال أنزل الله فيك قوله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. الله 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 يا أحبابي، هذه قصة مفتاح الكعبة، كما اعتدنا أننا نقول آية ولها قصة. الآية قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والقصة قصة سيدنا عثمان ابن طلحة مع المفتاح. ما أحوجنا إلى رد الأمانات، ما أحوجنا أحباب إخواني في الله أن نتعامل فيما بيننا بالأمانة، لأننا قد أمرنا بذلك. فقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. وقال الله تبارك وتعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. اعلم علم اليقين، من خان الأمانة هنا سوف يؤديها هناك، ولكن أين؟ قيل سوف تكون الأمانة وهي الودائع التي تكون بيننا وبين الناس، لأن الأمانات يقولون عنها أمانة بينك وبين الله، وهي الواجبات والتكاليف التي أمرنا الله بها من صلاة وصيام وحج وزكاة وأوامر أمر الله بها. أحباب إخوان، هذه أمانات كما قال العلم، وكذلك الأمانات التي تكون فيما بيننا من الودائع التي يضعها بعضنا عند بعض، أو الكلمة أمانة أو المال أمانة كما قال أهل العلم. نعم يا أحبابي، من لم يؤديها هنا أداها هناك. نسأل الله العفو والعافية. نختم بقول النبي صلى الله عليه وسلم أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. أحبكم في الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.